تاني لف تاني لف. انا ان شاء الله عندي ايه. يلا بينا. اول بوكس على طول دلوقتي تلاتة. اه بفتح الظرف. بفتحه وبتقرا. وافتح الظرف واقرا. ايوه جلجل كده. في سن صغير اتجوزت ثلاث مرات، في كل مره كنت بتتسرع ولا الاستقرار بيحسسك بالملل؟ سؤال حلو وعميق. طيب لا هو انا بدور على انا مش بعرف اعيش الحياه اللي هي تقليديه. يعني ايه مش تقليديه؟ يعني لو انا متضايق بحاول ان انا اصلح العلاقه، ولو احنا الاتنين مش مبسوطين يبقى احسن قرار لينا ان احنا ما نكملش، لانه الانسان العمر قصير، والانسان انا عن نفسي بحاول اعيش ان انا اعيش مبسوط ومرتاح. في ناس بتفضل دايسه على نفسها لاسباب كتير جدا في العلاقات الزوجيه والعلاقات الشخصيه. انا عن نفسي اتعلمت درس في الحياه، اهم حاجه ان الانسان يكون مرتاح ومبسوط، ويكون اللي قدامه مرتاح ومبسوط. لو ده ما اتحققش ليه ندوس على نفسنا؟ وعشان كده اتكلمت في اغنيه تمثيليه. اغنيه تمثيليه دي هي بتعبر عن احساسي الحقيقي بفكره الجواز، ان احنا ليه بنمثل؟ في ناس بتفضل تمثل على بعض. فالانسان لو اللي قدامه شريك حياته هو على طبيعته وانت على طبيعتك وانتم مبسوطين ومرتاحين يبقى تعيشوا مع بعض. لكن لو الدنيا مش ماشيه بتحاول تصلحها، ولو فقدت الامل انا شايف ان احسن حل ان الواحد يبعد. يعني انت مش بتلاقي نفسك في جو الاستقرار الاسري، او اللي انت مثلا انت فين؟ لا انت مع صحابي. لا انا ما عنديش مشكله، انت خلاص ما انا متجوز الحمد لله. يعني بس الفكره انه لا الاستقرار حلو. انا بالعكس انا عشان كده انا برضو اتجوزت ثلاث مرات عشان انا عايز الاستقرار وعايز العيله وعايز الرفيقه الانسانه تبقى معايا في كل الحاجات الحلوه والمره اللي احنا بنعيشها. كل مرة انت الطرف اللي غلطان او الطرف اللي بيسيب او الطرف اللي بيكرر ان هو خلاص يبعد. الانفصال ما فيش حد، دي مشكلة برضو. ليه دايما لما اتنين بينفصلوا عن بعض يقول لك مين اللي غلطان؟ هي القصة مالهاش دعوة مين اللي غلطان، هو قصة مين مش مرتاح، مين قرر يبعد. انا في المرتين انا اللي قررت ابعد. انت شايف ان كده افضل؟ بالظبط. انت العسيلي قرر يبعد، مش شرط من في علاقة جواز أو ارتباط، في أي علاقة، صداقة، صحوبية، حتى لو شغل. لما أفقد الأمل إن العلاقة دي ممكن تتصلح، خلاص مش مبسوط في المكان ده، لا وبحاول أصلح وخلاص وفقدت الأمل. يعني أنت بتفقد الأمل فبتحاول تصلح، ولما بتفقد الأمل بتمشي. ده برج إيه؟ لأنك أنا برج القوس. وأنا برج القوس بنفس الدماغ، وعشان كده قلت لك أنت برج إيه؟ بس فهي دي الفكرة. يعني أنت بتحاول تصلح لما الدنيا ما بتمشيش، الدنيا بتقف، يا اما تعيش اكنك ميت. انا ما اقدرش اعيش اكني ميت، بالعكس انا راجل بحب الحياه جدا وبحب اللي قدامي كمان يبقى عايش مش ميت. فلما العلاقه بتبقى اتنين بيحصل قفله فيها رخامه قوي فخلاص، لا قفله قفله عميقه، يعني تحصل قفله ان انت خلاص مش قادر تتواصل، مش قادر تتفاهم حتى لو انت بتحب الشخص اللي قدامك، فيكون البعد انسب حل. اللفه اللي بعدها.